الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة التي سنتحدث فيها عن مسألة مهمة، هي جزء من هويتنا، هي جزء من ديننا، هي جزء من ثقافتنا، هي جزء من حياتنا. فاللغة العربية مهما قال الزمن أو قصر ستبقى خالدة، ولكن العتب علينا إن لم نتقنها، إن لم نفهمها، إن لم نحمها. وطبعا هناك تهديدات كثيرة لها، ومع أكثر التهديدات خصوصا من الذين كانوا على الأقل في منتصف القرن الماضي من يعني غير الدينيين الذين كانوا يرون في اللغة عنوانا آخر للدين، ولذلك كان هناك مسعى لاستبدال اللغة الفصحى باللغة الدارجة، اللغة العامية، لإضعاف وقع اللغة ومكانها في النفوس. مشكلة كبيرة اللغة، يعني عندنا فيلم بعد شوي قليل يعني قصير عن اللغة العربية، وإذا تقرأ مأساة، يعني هو اللي يخرج الفيلم بعدين يمكن اقترحوا جماعة قالوا إذا يقدر أحد يعني يطلع الأخطاء التي يرتكبها صح القارئ بنعطيه جائزة، لأن يعني اثنين فيلمين عن اللغة قصيرين، شوف يمكن واحد منهم كل واحد يعني 5 دقائق أو شيء أو أقل، بس اللي يقدم الفيلم 3 أرباع كلامه غلط، وهو يتكلم عن اللغة العربية، يعني يعور القلب، يعني انك انت ما حتى هالمستوى حتى 4 دقائق ما نقدر نضبط كلامنا، مشكله. وبالتالي احنا يعني تحدي كبير لنا مساله الحفاظ على اللغه العربيه كلغه كثقافه، ومساله حفظها، مساله اتقانها، مساله ان نحن بمستواها، هذه مساله اخرى ايضا وتحد كبير لنا ايضا. وما اكثر الأخطاء، يعني ما أكثر، نادراً تحصل شخص يتكلم ما يرتكب خطأ، بس أنفع المستوي ما ترتكب، أحياناً ترتكب بس قليل كلش، لأن أنا تابع كل واحد. مرجع اللي دازت أمريكا للعراق كله خطأ، هو مرجع. من هو؟ ما سمعت في هذا المرجع الجديد. ما سمعت عن المرجع. الله يرجعه إلى حيث أتى. يقول الشاعر حمد بعض الشعر القليل وبعدين في اللغة، يقول الشاعر حمد بن خليفة أبو شهاب، ما أدري هو هذا أبو شهاب وخليفة ويعني مشكلة، وحمد اسمه بعد، لغة القرآن يا شمس الهدى، صانك الرحمن من كيد العدى، هل على وجه الثرى من لغة أحدثت في مسمع الدهر صدى، مثل ما أحدثته في عالم عنك لا يعلم شيئا أبدا. وبعدين يقول ناخذ بعد قطعة ثانية وبعدين نبتدي. حافظ إبراهيم الشاعر المعروف وسعت على يتكلم بلغة أو بلسان اللغة العربية، يقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. الليلة قررنا يعني بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يوم أمس حسب ما قرينا على الأمم المتحدة، وأعتقد كان في بعض الأخبار بعثناها إلى بعض الإخوان، أخبار يعني اهتمام المهتمين باللغة العربية. فبالمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أردنا أن نسلط الضوء على اللغة العربية بصفتها، يعني هي جزء منا ونحن جزء منها، هي جزء من ثقافتنا، من ديننا، من أهل البيت الذي نتبعهم،
وخصوصا ان شاء الله المتحدثين ان شاء الله يتحدث المتحدثان عن دور اهل البيت في ترسيخ اللغه العربيه، دور الامام علي عليه السلام وعلاقه سيبويه بتدمير خليل بن احمد وعلاقه ومدى ما تعلمه هؤلاء او تعلمه خليل بن احمد ماذا يعني تهويل علاقه الامام علي. فبالتالي اللغه العربيه بحر عميق، هو يعني هو محيط من العلم، من المعرفه، من الذوق، من الادب. يعني ترى يا جماعه اللي ما يعرف اللغه العربيه ما يدري عن شيء، ما يعرف هويتها. اللي ما يعرف اللغه العربيه ما لا يستذوق الشعر، لا يستذوق الادب، لا يستذوق، ما عنده شيء. يعني ترى كثير مضيع حياته اللي ما يعرف اللغه العربيه، كثير. يعني انا اذا اشوف اليوم بس اردت احضر شويه قعدت اقرا اريد بس ما عندي وقت اخرى. بس اي كثر جميل الشعر العربي، اي كثر جميل الكلام العربي، الادب العربي. حتى اليوم زوجتي تقول انت وش فيك اليوم؟ كل كلامك بالعربي، اللغه العربيه الفصحى في البيت من الصبح. قلت يعني من عرفت ان امس هو اليوم العربي، يعني اخذني شعور بالاسى، بالاسى لمن لا يتقن اللغه. يعني على اخواننا اللي ما يعرفوا اللي ما يتقنون اللغه، اللغه مهمه واحسن شيء في الدنيا انك تتقن اللغه، خصوصا على الاقل اذا مو اللغه كلها وبحورها وكذا، على الاقل النحو فيها، انك تصلي ما تقرا عدل، تقرا دعاء ما تقدر تتقنها، اذا مو مشكل كل ثلاث ارباع دعاء تقرا غلط، هذه مو حاله. يعني ناس مؤمنين، ناس يريدون يصيرون يعني يحسون ايمانهم، ما يقدر يقرا دعاء بدون تشكيل، ما يقدر يقرا ايه بدون ان تشكله، حتى مع التشكيل خطا يقرا. هذا مو حال يعني، ولذلك مو غلط ان نشوف ناس عمرهم مثلا 50 سنه وهم يتعلمون اللغه العربيه، ليش المراكز ما تدرس اللغه العربيه؟ مو لازم للاولاد بس، احنا نهتم لاولادنا شوي باللغه العربيه، لكن حتى الكبار ليس خطا ان يتعلم. اليوم بس ان شاء الله الشخص مو موجود هنا، يعني نصلي صلاه الظهر الاول، مو الظهر اصلا رجل، مو غلط انه يسال، فما يدري يعني الشيخ يصلي العصر يصلي الظهر، وهو على اساس ارتبط وياه قام يسبق، يصلي بسرعه يعني يسبق الشيخ، الشيخ يصلي بعدين التفت شاف بس واحد وهو يروح، واحنا كنا واقفين ما يعني هو يسبقنا، بعدين التفت فوقف ويانا. يعني مو غلط ان الانسان يتعلم حتى لو عنده 50 او 60 سنه، يتعلم اصول دينه، اصول فقهه، كيف ابسط الامور يا جماعه. حتى صلاه الجماعه ما ندخلها الشيخ، اي كيف تتكلم عن الشيخ حسن، حتى امور شلون نرتبط بالصلاه، مو غلط انك ما تعرف، ابدا مو عيب انك ما تعرف، ابدا ليس عيبا انك لا تعرف، العيب انك لا تتعلم، انك لا تريد ان تعرف، اما انك ما تعرف. ولكن العيب انك انت لا تريد ان تعرف، لا تريد ان اذا الشيخ يقعد 10 دقائق عقب الصلاه يعني بعض الامور الفقهيه يطرحها، ما اريد اجلس تو ماتش، يعني 10 دقائق اقعد من حياتي تو ماتش. مو صحيح يا جماعه، ترى حياتنا كلش قصيره. يقرا الامام الدعاء بعد الصلاه ثلاث ارباع المصلين شردهم، ما يصير، مو عدل يعني. المهم احنا موضوعنا عن اللغه، الليله عندنا متحدثان جيدان وقويان في الموضوع، سماحه الشيخ منير الطريحي كلش قوي، الشيخ الطريحي يعني، وعندنا اخت ام حسن السيده انفاء الموسوي ايضا هي خريجه لغه عربيه، فاحببنا ان ندمج يعني المدخلين، مدخل اللغه في الفقه ودورها ومدى اهتمام المدارس العلميه فيها والحوزات، وايضا ما ادري ايش نتكلم عن السيد انفال، يمكن تعطينا نبذه تاريخيه او المهم ان شاء الله سنستفيد في عندنا ساعه وربع، فندعو الاخوين او الاخ والاخت الكريمين
الى المنصة. سماحة الشيخ تفضل وسماحة الأخت تفضلي ونستقبلهما بالصلاة على محمد وآل محمد. أخطأت لأنه لي قدام قدم المقدمة. إذا سويته غلط برد الليل يعني، وإذا أنا سويته غلط قلت عليه لازم نتكلم لغة عربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيبوا أفواهكم لذكر محمد وآل محمد. الله صل على محمد محمد. محمد. اليوم العالم بعشرين نكون نسوي المسلسل على قضية اللغة يا دكتور. على أي حال، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. وتمهيد للبحث نتوقف في هذه الآية الكريمة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قد هي طبعا تعرفون أن القرآن هو معجزة ولكل العالم، وقد يقال لماذا إذا ينزل باللغة العربية أين بقية الناس؟ يعني هذا إذا كان معجزا للعالم فكيف فقط قرآنا عربيا؟ يقول البعض السبب في ذلك أولا لأن اللغة العربية فيها من السعة لا توجد هذه النوع أو يوجد هذا النوع من السعة في بقية اللغات. مثلا كلمة نظر وشخص لاحظ كم معنى لها، ولمح وأشرف كلها تعطي معنى واحد، وهكذا كثير من الكلمات التي لها هي لها معنى واحد ولكنها لها كثيرا من السعة. هذا قد لا نجده في بقية اللغات. هذه قضية مهمة. النقطة الثانية، القرآن الكريم أيضا قال في محكم كتابه: لو اجتمعت الإنس والجن، مو فقط الناس أو الإنس فقط، حتى لو الجن يجتمعون، فمعنى هذا إذن تحدي لكل العالم. وقد يسأل السائل لماذا ذكر الجن؟ لأنه كان في اللغة سابقا في أيام العرب كان يعتقدون أن أغلب الناس اللي عندهم كحالات مثلا من يعني بعض الحضور والإبداع كذا، يقولون أن معهم جن يعاونهم على ذلك. والقرآن الكريم يقول: إذا كان هذا هم تصوركم فادعوا الجن أيضا لكي يتحدوا إذا كانوا تقولون كما تقولون ذلك. هذه قضية. والقضية الثانية يقول: لعلهم يعقلون، لعلكم تعقلون. لماذا يقول لعلهم؟ هنا أقول نقاط مهمة، النقطة على نحو الاختصار. النقطة الأولى، لعلكم تعلموا أغلب أو كل أستطيع أقول كل الأنبياء معاجزهم، كل الأنبياء معاجزهم تختلف عن منهجيتهم. يعني لهم معجزة ولهم منهج. يعني نبي الله موسى عنده عصا فكان يقارع بها السحر، ولكن له منهج قانوني على فهمه. وهكذا نبي الله عيسى كان يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص، ولكن في نفس الوقت عنده كتاب آخر. النبي الوحيد الذي كانت معجزته ومنهاجه هو واحد، وهو القرآن الكريم. هو معجز وهو منهج أيضا. وهذا يقول فيه الإنسان إذا يتفكر أن هذا القرآن فيه إذن عظمة. والنقطة الثانية، القرآن الكريم حينما قال لعلهم بعض الناس يقول يعني هذا العربي تعقل، مو هذا المعنى. يقول لعلهم يقول يعني يقول إذا كان المدار في الدنيا والمدار في تطوير الدنيا والمدار في الإبداع في الدنيا هو العقل، أنا أقول لكم خلوا العقل ميزاناً، وضعوا هذه المعجزة ضمن هذا الميزان لتعرفوا عظمة هذه المعجزة. إذن هذا مو فقط للعرب كما يقول، وإنما هو تحدي للعقل البشري. ولذلك يقول لأن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل لا يستطيع. معنى ذلك هذا أولاً، وثانياً جعله معجزة إلى أبد الآبدين، إلى يوم أن يرفع الله الأرض ومن عليها، بعكس بقية المعجزات لها حد محدود. ومن هذا المنطلق فإذا القرآن الكريم يعني أن المسلم يجب أن يفتخر ويكون عنده نوع من التفاخر والعظمة بأن معجزته تتحدى وهي
تقول الميزان والمقياس والمحك في ذلك هو العقل. نحن إذن معجزتنا معجزة العقل، وديننا دين العقل، وإسلامنا إسلام العقل. وإن هذا المنطلق يجب علينا أن نعرف عظمة وقيمة اللغة العربية التي تتمازج مع القرآن الكريم، وهي التي نزل بها القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى. لذلك أتذكر أنا في هذا المنوار حينما جاء السيد إغناس سيستاني الله يحفظه للمعالجة، وكان لي شرف معه أن أكون من المطار وإلى المطار آخر اللحظات بالمطار. قلت سيد ما طلبت من شيئين، الشيء الأول أن يدعو الأول، الشيء الثاني قلت ما هي وصيتكم لنا خصوصا نحن مبلغين في هذا العالم، ما هي الوصية لنا؟ قال سألوا واحد غير السيد يقول كلمات مثلا دير بالكم على الصلاة ودير بالكم على الصوم ودير بالكم على أول نقطة. قال يجب على أولادكم أن يحافظوا على لغتهم العربية حتى ليش؟ حتى يكونوا قد أتقنوا اللغة في هذا البلد الإنجليزية أو الألمانية، والعربية قد أتقنوها فيترجموا لنا علوم هذه البلدان إلى بلداننا لنستفيد منها. لاحظوا كيف هذا يعني حديث. النقطة الأخرى ذكر أن تتعاملوا مع أولادكم معاملة الإخوان والأصدقاء، لا معاملة كما عندنا مثلا أن هذا أبوه لازم يحترمه فلان، لأن هنا القوانين تختلف، فمن أجل أن تكسبوهم. ثالثا أن تعلموا أولادكم القضايا التي تنفعهم، لا قضايا القصص الخيالية والتي لا قيمة، لأنكم تعيشون في بلد العلم والدار العلم. يجب أن يعرفوا أولادكم العلم، العلم الإسلامي والقرآن الكريم يتحدث لعلهم يعقلون لعلهم يتفكرون، كل أسلوب فكر وعقل. فلذلك وهنا يعني حقيقة الإنسان يعرف قيمة العلم والبلاغة. على أي حال النقطة التي يجب أن نتكلم فيها في قضية اللغة أيها الإخوان، أن اللغة كما تعلمون هي في الواقع كما يعبر عن أحد الأدباء أغنى لغات العالم. اللغة العربية من أغنى لغات العالم. قد يتعجب الواحد يتساءل لماذا هذا الطرح؟ يقول السبب في ذلك لغة العرب لو كانت قد اقتصرت على منظر يعني في بقت في الجزيرة العربية لكانت لغة محصورة، ولكن بعد الفتح الإسلامي ودخولها إلى مختلف دول العالم تمازجت اللغة العربية مع اللغات الأخرى وأدب اللغة العربية مع الآداب الأخرى، فأضاف لها وأخذ منها، ولذلك تطورت اللغة العربية وأصبحت لغة العالم. ومن هذا أنا أتذكر كان لنا أستاذ دكتور عبد الرحيم حسن يدرسنا في الجامعة يقول لو بحثنا لوجدنا أن أسس وأصل اللغات في العالم هي اللغة العربية، وكان يجيب أدلة من ذلك. أذكر مثلا مرة كنت مع أحد الإخوان في السويد وكنا نمشي صبح، قال شيخنا أنا أطب شوي هنا لدائرة البوست الأوفيس. قلت ليش؟ قال احنا ندفع الضريبه. قلت له شنو الضريبه؟ ماشي يسموها سكات، يعني نفس المصطلح الاسلامي العربي هو يستعملها سكات بالسوري يستعمل. معنى ذلك ان كثير من الكلمات العربيه التي كانت ولا زالت موجوده في ضمن اطر اللغات الاخرى. اذا اللغه العربيه لغه مهمه يجب ان نعتني بها. ومن هذا ايضا او من هذا المنطلق من هذه الناحيه نشاهد ان الدراسات الاسلاميه وبالخصوص اقول اللغه الدراسات الحوزويه عندنا في النجف تؤكد وبشكل مطلق على عمليه الاهتمام باللغه العربيه وبادابها. ولذلك انا اتذكر كان عندنا استاذ يعني من كبار الشيوخ الشيخ محمد علي اسمه الافغاني أبو زوجة هذا الشيخ إسحاق المرجع الآن، هذا كان ضليع باللغة وبآدابها وبمعانيها وبكل شيء تفاصيلها، وله كتب في ذلك، كتاب المطول من أعظم الكتب في اللغة العربية من أجزاء متعددة. كان بعض الدكاترة يأتون إلى كلية الفقه، أساتذة من جامعة بغداد دكتور مهدي المخزومي وآخرين، من يعرف هؤلاء أسماء لامعة. هؤلاء حينما كانوا يأتون وتعرفوا على هذا الرجل كان بعضهم يقول إني أفتخر أن أتتلمذ على يد هذا الرجل
رجل أفغاني هو، لكنه هو كان ضليع باللغة العربية. ولذا من المؤاخذات علينا مع الأسف لاحظ ممن يعتبر قمة في من علماء اللغة العربية أغلبهم من الفرس، مثل سيبويه. وسيبويه تعرفون معناته السيب يعني التفاح، والبويه يعني رائحة التفاح، هذا يسمى سيبويه يعني بمعنى رائحة التفاح. هذا رجل رجل أجنبي فارسي. من العلماء الجواهري، هذا أيضا رجل من كازاخستان التي كان في ذاك الزمن تابعة لتركيا، وهو رجل وكان ضليعا في اللغة العربية وفي آدابها المختلفة. ليس هذا فحسب، أيضا كان ضليعا في بعض العلوم. يقولون حينما تقرأ عن حياته، هو في يوم من الأيام دعا الناس وقال ائتوا لقد جئت بشيء لم يسبقني إليه أحد من قبل. ما هو؟ صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل وصعد على السطح وربطهما بيديه حتى يطير بهما. طار إلى مسافة ولكن ما أسعفه فسقط وما أكفى. ولكن كان يعني هذا بداية، كانت هذه البداية إلى منطلق الطيران. فأول ما نعتقد فلان هذا يعتبر أبي الجواهري، هو الرجل أيضا كان عالم في اللغة. أيضا ابن الفارسي رجل إيراني ولكنه من أعلم علماء من علماء الزمخشري الخوارزمي، هو من قرية خوارزم وتابع إلى زمخشر، وهو أيضا من كبار علماء ومن المفسرين. فلذلك يعني يجدر بنا نحن كندع العروبة والعربية نحن نتعلم اللغة العربية، خصوصا أن نلاحظ مرجعيتنا توصل لذلك. قرآننا قرآن عربي، حديثنا عربي، أئمة أهل البيت عرب، فكيف نحن لا نجي؟ والمشكلة الأخرى أنه كما قال الدكتور يعني من المعايب، يعني مرات أنت تحضر، أنا حاضر في مثلا مجمع كبير ليلة الجمعة يقرأ دعاء كمين، ولكن تلاحظ أن العملية فيها كفر، كفر يعني. أنتهى لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، مو أجرمته، أجرمته يعني الله اللي أجرمه. تلاحظ كيف يعني يمسكه؟ وكل ذنب أذنبته، يعني الله أذنب وأنا أجي أغفر له. شنو هذا؟ يطلع عمله تقرأ الدعاء، ما نحتاج إلى قراءة، كفر هذا. وكل قبيح أسررته، يعني هو يسمى القبيح، مو أسررته، أسررته. يعني حول الفاعل اللي هو كل يغفر لي، أصير أنا اللي أغفر وهو اللي ارتكب الفعل. هذا شنو الدعاء؟ وهكذا في أدعية شهر رمضان، وهكذا في بقية، وفي قراءة القرآن. يعني أنا مرة يقول هنا أنا كنت أصلي وراء أحد العلماء عليها، يقول وترككوك القائمة. شنو تركوك؟ قلت من هنا تأتي من القرآن تجيب وترككوك وترككوك يقرأ، والناس تصلي حوالي 300-400 واحد مصلي. فلذلك من المآسي أنه نحن نعتبر أنفسنا مرتبطون بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي. مرتبطين. نحن مرتبطون. فين مرتبطين؟ نحن نحن فاعل ومرتبط. يا دكتور صل على محمد وعلى محمد. الله صل على محمد وعلى محمد. على حد أنا إذا أخطأت أيضا أنا أقول أحيانا يعني هقوة اللسان تجي. والقصد من ذلك، فإذا قضية اللغة العربية قضية. ومن هذا أيضا نلاحظ أن اللغة العربية دخلت في كثير من معالم الإسلام، وقد تميزت أيضا اللغة العربية بميزات، من جملتها هذه الميزات أنها لها حرف واحد، يعني هذه الحروف المقطعة التي هي من العلوم التي تدرس في القرآن الكريم ومهمة جدا. يا أخوان ترى بعض الطلاب حصلوا على شهادة دكتوراه وماجستير في هذه الحروف اللي أنتم قد إحنا ما نعرف قيمتها، يعني ألف لام ميم كم تفسير لها؟ مثلا صاحب الميزان يقول تقريبا 11، بعضهم يقول أكثر، وهذه تفاسير مختلفة. ألف لام بمعنى مثلا هذه أسماء للسور، بعضهم يقولون هاي أسماء الله العظمى، يعني الله ألف لام ميم يعني الله، أنا الله العليم. ألف لام ميم صاد يعني أنا الله العليم الفاصل بين الناس، وهكذا يعني يفسروها تفسيرات. وبعضهم يقول أن هذه الحروف المقطعة
هي عبارة عن تحدي للعرب باعتبار أن القرآن الكريم الذي تحدى العرب أن يأتوا بسورة من مثله يقول أن هذا القرآن هو نفس هذه الحروف وأنتم تدعون العربية وكنتم تتفاخرون فيما بينكم ولكم المعلقات وأنا أقول لكم فليأتوا بسورة من مثله لكنه جزعوا إلى يومنا هذا جزعوا وفزعوا ولم يأتوا إلى هذا اليوم بمثل هذا مع هذا التقدم العلمي والأساتذة والشهادات والمعاهد العلمية والدراسات المختلفة زين لذلك أنا أقول أيها الأخوة إحنا يجب الاهتمام هذا مثلا من التفسيرات أيضا لهذه الكلمة الحروف المقطعة يقول بعض العلماء أن هذه عبارة عن جرس لأنه كان العرب حينما يأتي القرآن يقول وألغوا فيه لا تسمعوا إليه كان يصرفون الناس فهذه كانت مثل الجرس اللي يدق عندما أريد ندخل للصف شلون جرس يدق حتى ندخل فهذه كانت كجرس حتى الناس يجتمعوا ألف لام كاف يعني ماذا شيء جديد لكي يخبرهم ماذا سينزل يجتمع الناس حتى فهذه كانت عملية للجب على أي حال اللغة دخلت في القرآن وهنالك في القرآن كثير من الكلمات التي يعني حقيقة تجمع بين اللغة والعلم والسماء ذات الحبك لحم هذه هي هم معلم لغوي وهم قضية علمية يعني أن سماءكم هذه محبوكة حبكا لا يطرأ عليها التغيير ولا يطرأ عليها نوع من يعني عملية الانهدام أو لأن كل السقوف كل لابد في يوم من الأيام أن تهبط لابد أن يحصل فيها نوع من الخراب إلا السماء فقد حبكت بهذا فيتجمع بين إعطاء معنى أدبي وأيضا معنى علمي وهكذا والسماء والطارق ما معنى والطارق بعضهم يفسر أن هنالك كذا من النجوم حينما ترتقي بالجدار الجوي يحصل لها تفسيرات عجيبة بهذا المعنى وغيرها من الآيات والشمس تجري أيضا لمستقر لها ما معنى لمستقر لها يعني ليست لها مستقر وإنما هي في دوامة وبعضهم يقول لا يعني لمستقر لها إله هو يوم القيامة وهكذا فهي لغة وعلم هي لغة وإبداع هي لغة وتفكير ولذلك القرآن الكريم حينما يقرأه الإنسان حقيقة ولذلك أن أحد الدكاترة كان يدرسنا في كلية التربية يقول أي كتاب مهما كان علميا أدبيا تاريخيا تقرأه مرة إذا قرأته للمرة الثانية تتعب من قراءته إلا القرآن تقرأه مرة واثنين وعشر وعشرين ويقول أحد المفسرين وعلى سميزة يقول أنك بحر متلاطم كلما حاولت أن تدخل إليه لازلت على شواطئه وأنت تعب منه ما تريد القرآن الكريم لا يمكن هو علم وهو أدب وهو ثقافة وهو وعي وهو منهج وهو قانون وهو أخلاق وهو أداء في كل شيء ولذلك الإنسان كلما يقرأ من هذا القرآن الكريم كلما يرتفع كلما يكون له لكن مع الأسف نحن أما تشوف يألف كتاب الطب في محراب الإيمان ويعتمد على هذا على القرآن الكريم القرآن الكريم كم كتب فيه عن آدابه وعن اللغة وعن العلوم وعن ما فيه ولكن إلى الآن لا نستطيع أن نكون أو أن نقول أو نتفوه بأن القرآن قد استوعب القرآن الكريم بأذانه وعظمته بها أيضا لغتنا العربية دخلت في علوم الإسلام المختلفة مثلا سأقد شوية هذه هي نوع من التفكير يعني دخل في علم الأصول اللغة العربية وبالخصوص أقول أيها الأخوة حينما بقى العقل الشيعي منفتحا على الفقه فلذلك يتطور وهذا التطور هو الذي ميزه عن بقية العلوم الأخرى أو بقية عفوا المذاهب الأخرى المذاهب الأخرى حينما توقفت عند حد معين كأن عقلهم البشري توقف لأنه بدأ بعد ما عندهم ذاك الإبداع في الفقه وذاك الإبداع في الاستنتاج وذاك الإبداع في الاستنباط وذلك الإبداع في أخذ الأحكام الشرعية بالشكل الموجود عند الشيعة والله يعني وإن كان عفوا يعني أقول مرة أنا ذهبت مع دكتور كان يشرف على أساسات الماجستير ويشرف على الدكتوراه وذهبنا عند شيخ الأزهر
وسأل قال له الأخ مين قال له هذا من العراق من النجف هو أورب ذاك الأستاذ كان عبد الرحمن اللي صار بعدين كان رئيس مجمع البحوث وصار شيخ فهذا الدكتور إيش قال له؟ قال له والله يا أستاذ شوف ذول أنا قرأت لهم كتب نحن زي عفوا نحن زي الحمير أفلنا عيوننا بقينا بس هم بقوا فتح عقولهم ولذلك تطور العقل الشيعي يوما بعد آخر نتيجة لهذا لماذا؟ لأنه ما اكتفوا في عملية الاجتهاد وغلقوا الأبواب وحصروا اللغة بشكل معين بل استمر فمثلا في علم الأصول عندنا موضوع يسمى المعنى الحرفي هذا من المباحث الدقيقة والتي لا تجدها في كتب الأصول الأخرى هذا البحث يأتي ليقول لك المعاني الحرفية يعني شنو عندنا كلمة في على هذه حروف وهذه الحروف تتبعها بعض الأسماء مثل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة هل هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى اختلف علماء اللغة وانعكس هذا البحث على الأصول فبعضهم يقول أن هذه الحروف هي نفس الأسماء مثل ما كلمة ابتداء من بمعنى الابتداء هي نفس الشيء غايته هذا اسم ابتداء وهذا حرف فمعناه واحد وحينما أقول على بمعنى فوق بمعنى الاستعلاء فإذا معناهم واحد هكذا هي نظرية الرأي الآخر يقول لا أن هذه الحروف هي ليس لها قيمة أهمية إنما هي تشبه الحركات التنوين من النصب والجر والرهان يعني مثلا حينما أقول مثلا الرجل قام الرجل فاعل وعلامة رفعه الضمة فكلمة من نفس الشيء يعني تبين لنا علامة البداية بس ما لها معنى قيم لولا هذه أن تدخل في جملة ليس لها قيمة هذه هم نظرية فإذا يقول هي ليست مثل كلمة ابتداء ولها معنى مستقل وإنما هي عبارة عن حركة بيان حركة بسيطة الرأي الآخر يقول لا يجمع بينهم يقول هي لا هي مستقلة تماما ولا هي مرفوضة بل هي لولاها الجملة ما يظهر معناها ولذلك توسع البحث في هذا الجانب في هذا المجال أتذكر كان أستاذنا رحمة الله عليه سيد محمد تقي الحكيم كان عميد كلية الفقه وعضو المجمع العلمي العربي في المغرب وفي القاهرة وفي سوريا في العراق هذا كان حاضر في القاهرة حينما دخل وكان لأول مرة عمامة تدخل في ذلك المؤتمر كان يشرف على المؤتمر طه حسين افتتح المؤتمر في اليوم الأول وخرج وكان بعض تلامذته من الذين لهم تفوق علمي كانوا يجلسون مكان يوم الثالث أو كذا يوم اللي كان كلمة سيد محمد تقي الحكيم وإذا بالقاعة تظل ويدخل طه حسين استغربوا هؤلاء بعض كان من المعممين من أهل جامع الأزهر كانوا يحتقرونه أن علم الشيعية ذولا لا يفقهوا شيء لا يفهموا بهذا لكل الطلاب أنا أذكر هذا المعنى فجاء طه حسين وقال بعدما جلس وأخذ نفس وكبير تعلمون فيه قال إنما جئت لأستفيد من علم هذا الرجل وهؤلاء استعجبوا كيف منو هذا حتى يأتي طه حسين حتى فهؤلاء كانوا يتكلمون مؤتمر وهذا يقرأ قصيدة وذلك يقرأ قصة وهذا يقرأ نثر وهذا يقرأ موضوع أما السيد طرح موضوع المعنى الحرفي في الأصول وكان بحثا دقيقا حينما انتهى من البحث ضجت القاعة بالتصفيق وأوصت كل يعني وزارة الثقافة والإعلام والجامعات بطبع الكتاب وتعميمه حتى في الجرائد وهذا الرجل بمجرد ما راح للفندق وإذا هذول العمال اللي كانوا يحتقروه وما يسلمون عليه كلهم جاءوا يقول أنا سألتكم سؤال واحد حينما دخلت وسلمت بحث لم يجب أحد قال لأننا كنا نعتبرك أنت لست بمسلم أصلا لاحظوا كيف والآن جاءوا إليه يسلمون هكذا ربتنا الحوزة العلمية هذا المعنى الذي نحن نريد أن نطبقه النقطة الأخرى فإذا المعنى يدرسون هذا في يجمعون بين العلوم طبعا هل تفصيل أكو تفاصيل هكذا في حجية الظهور هكذا في المعنى الظهور الحرب مثلا أن الأمر يدل صيغته على الوجوب
هذا الوجوب هل ملزم لنا؟ هل هذا الإلزام للشخص؟ هذا الإلزام للجميع؟ هل هذا تعييني؟ هذا بحث طويل على فكرة ما نقدر نطرح هذا الموضوع. هذا كله عملية جمع بين اللغة وعلم الأصول. وهذا أيضا طور العقل البشري عند الشيعة وجعلهم بهذا المستوى من العلم. وإلا تلاحظوا يعني الحوزة العلمية أو جامعة النجف مع هذا النوع من الشدة والغلظة، يعني صدام الهجم كان يقول أنا سوف أنهي هذه الحوزة، وانتهى إلى مزبلة التاريخ. وروح شوف النجف الآن تعج وتضج بعد الطلبة من كل أقطاع العالم. ما يفهمون ذول المعنى، هذا علم إلهي. وأنا أتذكر في هذا المضمار أيها الأخوة، وإن كان لا ما أتلقي، أنا أتذكر مرة قرأت بحث لأحد الكتاب لعله مسيحي، كان مجلة تسمى الأحد تصدر في بيروت. هذا الرجل يقول أنا قرأت عن القيادات في العالم كلها، فقط عندي فقط القيادة الشيعية، أنا أعرف هذا القائد كيف يصير قائد، والناس تقلده بالملايين، وبقية القادة حتى يخافون يجون إلى، ستلاحظ سيارات وحمار يخاف، بينما هذا المرجع الناس يأتون إليه ويجلبون الأموال وكل شيء. تعرف ما هي هذه القيادة؟ ما هي؟ فسألت في حينها كان السيد فوي رضوان الله، فجئت من لبنان ودخلت النجف وأنا أسأل من السيد فوي؟ وإذا بزقاق وفي داخل الزقاق بيت بسيط، ودخلت هم بي إحنا نسميه دوران البيت دوران، وجدت رجلا يجلس في زاوية متكئ على وسادة وحوله، وكان بعضهم يأتون إليه بالاستفتاءات، فأنا سألقى أجلسوني إلى جانبي. وحينما بدأت أتكلم معه كانه كان لا يصغي إلي، لأنه هذا يجيب له سؤال وهذا يسأله وهذا كله، حتى قلت إذن أنا ما فائدة وجودها؟ يقول ما أن انتهيت فبدأ يتكلم وكأن سقراط انقض عليه، وقد حفظ أغلب ما تكلمت به وكان يرد. فخرجت بهذه النتيجة، ويقول خرجت أن كل القيادات تحتاج إلى إعلام وإلى دعاية وإلى أموال إلا القيادة الشيعية، فإن مرجعهم أو عالمهم أو قائدهم يكون مرجعا ويلمع أفقه في السماء دون أن يعلم هو بذلك. هذه قضية يعني إلى الآن من كان يعرف السيستاني؟ قبل من يعرف الفوئي؟ قبل من يعرف اللغة؟ ما في عن المراجع زين. أرجع إلى اللغة. تأثير اللغة في المنطق. المنطق أيضا يعتمد على دلالات الألفاظ في اللغة. كيف؟ عندنا في الدلالات في الألفاظ، مرة هذا اللفظ يدل على دلالة تضمنية، مرة يدل على دلالة التزامية، مرة يدل على دلالة تطابقية. يعني مثلا حينما يجي واحد يقول أنا اشتريت البيت، وكان البيت في داخل ممر وهو البيت في الآخر، فحينما يأتي يقول أنا بعتك البيت لكن أنا ما بعت لك هذا الممر، يقول إذن هذا لأنه ما كتبته. لكن يقول له كيف يدخل الإنسان العقل يدل كيف يدخل إلى البيت دون أن يمر بهذا الطريق؟ فإذا هذا يدل عليه. وهكذا حينما تقول قرأت الكتاب، يجي واحد يقول لك يعني من أول، يقول أنت حينما قلت قرأت الكتاب يعني من الأول إلى الآخر، فالكلمة الواحدة تدل على المعنى بهذا الاسم. وهنالك أيضا دلالات، أيضا الكلمة لها عدة دلالات غير هذه الدلالات، مرة تكون دلالتها مختصة، مرة تكون دلالة الكلمة مشتركة، مرة تكون هذا الاشتراك على نحو النقد، مرة تكون على نحو الارتجال، مرة تكون على نحو المجاز، هي نفس الكلمة. يعني شلون أنا أقول مثلا حينما تأتي وتقول كلمة واحد محمد فلان، هذه مختصة بهذا، هذه يسموها اختصار في الكلمة بهذا، تجي كلمة منقولة مثل ايش؟ مثل كلمة صلاة. الصلاة سابقا يعني بمعنى الدعاء، الحج بمعنى القصد، الزكاة بمعنى النمو، لكنها نقلت من ذلك المعنى، من معناها الأصلي إلى المعنى الجديد، فسميت ماذا؟ سميت حينئذ منقولة. هذه أيضا اصطلاح في اللغة العربية مثلا ما كان ما موجود في عدة اللغات الأخرى. أنت الآن في اللغة تقول pray pray يعني ادعي لك، سواء تصلي سواء تدعي سواء كله pray هاي، بس إحنا عندنا يختلف كلمة تختلف الكلمة.
بريد بمعناها اللغوي، وبريد بمعناها الصلاة بمعناها اللغوي، والصلاة بمعناها المنقول. وهكذا مثل الترادف، عندنا كلمات مترادفة باللغة العربية. كلمة عين، شو كمنا اسم إذا؟ العين بمعنى العين، بمعنى الجاسوس، بمعنى الميزان، بمعنى الذهب. العين عين المعادن هو الذهب، ولها عدة معاني هذه المعنى، معنى الذهب، معنى العين. ولذلك وعندنا ايضا بمعنى الكلمه بمعنى المرتجل، وعندنا كلمه بمعنى هي نفس الكلمه مجاز، يعني كلمه ازل حينها تطلق على هذا، لكن يمكن لهذا الانسان يسمي هذا كالاسد، وهذا مو اسد حقيقي، وانما شنو هذا؟ بمعنى مجاز، لكن تحتاج الى قرينه. هذا النوع في اللغات الاخرى لمن يقرا، لان احنا قرانا فقه اللغه حينما كنا طلاب في الجامعه، فقه اللغه ما تجد هذا اللون الا في اللغه العربيه. هذا موجود، وهذا دليل على سعتها، ودليل على عظمتها، ودليل على انها تتمازج وتمازجت مع اللغات الاخرى فاخذت منها واضافت وتطورت. صلى على محمد وعلى اله وصحبه. صلى على محمد. شكرا جزيلا سماحة الشيخ أمير على هذه الإطلالة الجيدة على اللغة، لأن موضوع اللغة واسع جدا، فطبعا الشيخ بيروح شرق وغرب، بس مشكلة اللغة موضوع كثير واسع جدا. أنا قلت لهم حلقات، إحنا مستعدين فكفي، لأن اللغة العربية صراحة تحتاج إلى وقت أطول. لازم يعني أنت لما أقول لك ترادف، أنا هذا قضية حصلت في القاهرة، لما رحت يوم واحد أستاذ قدمت على جامعة الأزهر قال لي أنت مرفوض، لأن المذهب. قلت له ليش مرفوض؟ قال لي أنتم عبد الحسين عبد الحسن عبد المهدي، فعندكم آلهة كثيرة. قلت له عجبا، يعني أنت قارئ منطق؟ صدفة هو كان دكتور بالفلسفة. قال نعم. قلت له أنا أسألك سؤال، عبد بمعنى تابع، وبمعنى محب، وبمعنى ولا بمعنى العبد، يعني احنا كل هاي المعاني عفتها، انت فقط جهت بمعناها انه زين عندنا كم رب؟ الزهر رب، والحسن رب، والحسين رب، والفلان رب. قال لا، انت تقصدون ذول ارباب. قلت له زين، من يموت شلون؟ يعني ما عنده رب عاد شو يسوي ذاك الوقت؟ وما رضى يقبلنا، ما رضى. قال لا، انت عندك قلبك غير اللي تتحب. شكرا شيخنا، مشكور. عندنا فيديو سريع اشوف الاخطاء عند صحيح، الاخطاء اللغويه اي كثر يعني، ما يحتاج فكي اصلا بسرعه. قصة عالم سيبويه عليه من الله الرحمة والغفران، فارسي الأصل، نشأ في البصرة، وكان أول حياته يطلب الحديث، فجلس إلى شيخ يقال له حماد بن سند، وأخذ يقرأ، فمر على حديث أحد خدم سيبويه حبلا قد طوق حمار سيبويه وكاد يقنقه، فذهب مسرعا ليخبره قائلا له يا سيدي، تلفلف الحبل في رقبة الحمار. فقال سيبويه يا بليد، قل لف الحبل حول رقبة الحمار. فقال الخادم لكن يا سيدي، أدرك الحمار قبل أن يموت. فقال سيبويه يا بليد، لموت الحمار خير من موت اللغة العربية. فمن هو سيبوي الذي فضل موت حماره على أن يخطئ خادمه بنطق كلمة؟ هو فارسي شغوف باللغة العربية حتى أصبح أحد أبرز علمائها وإمام نحاتها، بسط قواعد نحوها حتى بات بإمكان أي طفل فهمها واستيعابها. لم يؤلف في حياته سوى كتاب واحد أسماه ببساطة الكتاب. اشتهر كتابه بين الناس حتى بات يسمى قرآن النحو. مات صغيرا في منتصف الثلاثينيات من عمره، ولكن ليس قبل أن يذيع صيته في كل مكان ويخلده التاريخ.
لنستعرض لكم قصة إمام النحاة. ولد سيبويه في مدينة البيضاء جنوب إيران، وسافر صغيرا مع أهله إلى البصرة. لقب بسيبويه التي تعني بالفارسية رائحة التفاح. كانت بدايته بدراسة الحديث والفقه، وتذكر الروايات التاريخية أنه في أحد الأيام أخطأ بنطق أحد الأحاديث، فبدلا من أن يقول صعد النبي الصفا قال صعد النبي الصفاء، فرد عليه شيخه يا فارسي لا تقول الصفا لأن الصفا مقصور. أثر ذلك كثيرا بسيبويه، فكسر القلم وأقسم أن لا يكتب شيء حتى يتعلم اللغة العربية. ومن هنا انطلق سيبويه لتعلم اللغة العربية عند العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولم يلبث كثيرا حتى صار أعلم طلابه، حتى أنه بات يصحح أساتذته في اللغة وفضل بعضهم تجنبه. في ريعان شبابه أصبحت حجة في عصره، يسأله الناس عن أي مسألة نحوية تشق عليهم. ذاع صيده بينهم حتى امتلأ مجلسه عن آخره في كل مرة يقام بها. ألف كتابه الوحيد المسمى بالكتاب، وصار حديث الناس وملازما لهم. كانت نهاية سيبوي محزنة وصعبة. في أحد المرات وبينما هو في مناظرة صعبة مع الإمام الكسائي أحد أبرز أهل اللغة في عصره، اختتم المجلس بهزيمة سيبوي ولو ظاهريا أمام الإمام الكسائي. أصيب سيبوي بالحزن على تلك الهزيمة، وقرر العودة إلى مسقط رأسه في مدينة البيضاء، لكن المنية وفته في الطريق ليرحل بذلك أحد أبرز علماء اللغة العربية وأمارهم. يقال أن آخر ما نطق به يرثي نفسه وهو يحتضر أخيين كنا فرق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصى ومن يأمن الدهر. شكرا جزيلا على هذا الفيلم القصير، بس يعطينا لمحة عن أخطاء كثيرة. يعني نصب الفاعل مثلا، هذا أكثر شيء نصب الفاعل يهلك يعني. المهم هذا ما تحدث عن اللغة عن تاريخ حياتك، يعني تقول عن اللغة العربية. شو معنى راح نجي جبنا قصة تقول أنت ما تحدث عنه، وأنت الآن جبت لنا من حياته وشلون راح وما شو اللغة العربية ربطها. إذا كنت سأنا وحكيت عن الخوارزمي وعن السبكي عن الكسائي وعن كل هذول يعني حافظ. بس أنا أعتقد موضوع سيبويه نريد نعرف، زي أنا أعتقد عرفنا سيبويه لأن كل ما أتكلم عن لغات كل سيبويه منو سيبويه أعطانا لمحة قصيرة خلال 3 دقائق. بس أكو عمر أحمد خليل بن أحمد الفراهيدي. أنا توقعت تقولون، توقعت وأنت تقولون تقول ما للتاريخ اللغة. أنا ما للتاريخ. وأنت قال أثر اللغة العربية على العلوم الإسلامية، فأنا قاعد أذكر عن الله يجزيك خير ما قصرت. الله عفوا عفوا. ما قصرت، الله يجزيك خير وبارك فيك، وإن شاء الله بتجي مرة ثانية وبتعطينا أكثر. لا بالعكس، الموجودين ما شاء الله كلهم ترى علماء يعني. عندنا الأخت الكريمة أم حسن، السيدة أم حسن الفارسي الشوري. هي خريجة لغة عربية بالجامعة، وأعتقد أنه مناسب أن نسمع من خصيصة أو متخرجة في اللغة العربية نظرتها في هذا اليوم، يوم العالمي للغة العربية. نستغفرها بالصلاة على محمد وعلى محمد. مختصة أو فهذا كثير، لأني أصلاً عشت سنة واحدة في بلدي الأم العراق، وقضيت باقي العمر في المهجر. كان الأثر الكبير من والدي ووالدتي لتعليم اللغة العربية، ولأني لم أتمكن من دراسة الطب، لم أتمكن بسبب الزواج والإنجاب، فجزاها الله خيراً الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية التي تتيح الدراسة عن بعد في البيت، الاهتمام بالبيت والأبناء وإكمال الدراسة، وتخصصت بالأدب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في سورة الروم المباركة: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فاختلاف الألسن هي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. نتساءل أحياناً
ما هي بداية اللغة؟ الكثير تساءل كيف جاءت اللغة؟ طبعا هناك آية شهيرة البعض يستدل بها أن الله هو من علم الإنسان اللغة، وهي في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها. فهناك تفاسير كثيرة عن الأسماء، ما هي الأسماء؟ إحداها أحد هذه التفاسير هي اللغة، والبعض يقول أنها كانت اللغة العربية، لكن ليس هناك أي دليل على ذلك. علماء كثيرون بحثوا ومفكرون بحثوا في كيف وجدت اللغة. البعض يقول أنها فطري، أي أن الإنسان بدأ ربما بالأصوات، حتى لحد اليوم هناك كلمات مثلا زقزقة العصافير أو سقسقة العصافير هي مأخوذة من صوت العصفور نفسه، لكن هناك كلمات خاصة الأفعال، كيف لنا كيف للإنسان أن يصنع الفعل من الصوت، مثلا جاء ذهب أتى، فكيف يمكن له ذلك؟ هناك أيضا رأي آخر أنها وضعية، أي أن مجموعة اجتمعت في زمن ما وقررت أن اسم هذا مثلا قارورة وماء، لكن كيف اتفقوا، كيف تحدثوا أصلا فيما بينهم ليتفاهموا ويضعوا هذه الأسماء للغات الحروف والأفعال وما إلى ذلك. حتى أن هناك نظرية للشهيد الصدر قدس الله سره عن اللغة، يقول أنها اقتران بين أن مثلا سافر، ذكر الشيخ يعني جميع أن أذكر الآن، ذكر الشيخ أن هناك عالم اسمه الجواهري هو من صنع الأجنحة، لكن الجميع يعرف أنه هو عباس بن فرناس، والبعض يعتقد أن عباس بن فرناس من العراق، لكن عباس بن فرناس هو أعجمي من روندا، مدينة روندا في الأندلس أو في إسبانيا. من يذهب إلى هناك يرى لماذا خطرت هذه الفكرة في باله، عندما يرى الجبال الشاهقة جدا فكر بالطيران، ربما ظن أنه سهل. من يزور بلدا مثلا باريس أو أي بلد آخر يقترن هذا البلد برائحة، بصوت، عندما ذهبنا إلى الحج هناك من كان ينصحنا أن نغمض عينينا عندما نجلس أمام الكعبة، نسمع الصوت فقط، وعندما نعود إلى البيت نسمع ذات الصوت من جهاز التلفاز، فتخطر ببالنا تلك الحالة الروحية التي عشناها في الحج. هذا هو الاقتران، أن كل شيء يقترن باسمه، لكن هذه أيضا ربما نظرية ضعيفة، لأن اللغات عديدة، فكيف يقترن اسم بصوت أو بمعنى آخر. اللغة، أي لغة، هي كائن حي تولد، حتى في يومنا هذا هناك لغات تولد جديدة وتنمو، لكن حسب المتحدثين بها إن كانت تستمر تنمو أو تموت. اللغة العربية هي من أقدم اللغات، تعد من أقدم اللغات، هناك لغات عديدة قديمة ومستمرة. البعض يقول أن أول من تحدث اللغة العربية هو يعرب بن كنعان، لذلك سميت باللغة العربية. البعض يعيد نسبها إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، أنه نسي لغته أو لم يعرف والده أصلا عندما انتقل صغيرا مع والدته هاجر إلى مكة، فتحدث هناك اللغة العربية ممن كانوا يمرون في شبه الجزيرة العربية. لا أحد يعرف كيف بدأت اللغة العربية، لكنها بالطبع من اللغات السامية، وكل العبرية مشتركة أيضا مع اللغة العربية. اللغة العربية مميزة جدا كما ذكر الشيخ سماحة الشيخ، أنها من لغة مميزة جدا وقديمة ولها سعة غنية جدا. فمثلا إن كانت اللغة الإنجليزية تتكون من 600 ألف مفردة تقريبا، اللغة الفرنسية 150 ألف مفردة، اللغة الروسية 130 ألف مفردة، اللغة العربية 12 مليون و300 ألف وكسور. اللغة العربية غنية جدا. ذكر الشيخ أيضا أن هناك مرادفات كثيرة، مثلا على سبيل المثال نظر، رأى، أشرف، أبصر وغير ذلك، لكنها ليست ذات المعنى، مثل جاء وأتى، عندما يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، أتى للأقرب، جاء للأبعد. فكل حتى أسماء الأسد، تعلمون أن هناك عشرات الأسماء للأسد، نحن اليوم نقول أسد، لكن الغنفر، الأسامة، حيدرة، الليث، كلها من أسماء الأسد، وكل واحدة لها معنى خاص. الأسد الهادئ، الأسد الجائع ربما، الأسد الذي يريد أن ينقض، كل واحدة لها معنى. وكما بدأ الندوة الدكتور بشعر لشاعر النيل
أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواصة عن صدفاتي؟ هي بحر كبير جدا، 12 مليون مفردة. هناك أيضا قبل سنوات باعتبار إعلامية أجرينا لقاء مع دكتور عراقي هنا متخصص باللغة في إحدى الجامعات، ألف معجما عن هناك 3000 كلمة أو مفردة إنجليزية أصلها من اللغة العربية، طبعا كيف وصلت أغلبها من الأندلس، وكانت هناك بريطانيا أيضا، وصلت إلى أوروبا، وهناك 3000 مفردة باللغة الإنجليزية أحصاها في معجم له نسيت الآن اسمه، هي 3000 مفردة باللغة الإنجليزية من أصل عربي. مثلا كلمات سهلة الآن تعرفونها جميعا، مثلا كلمة كهف هي نفسها يعني هي أصل كيف هو الكهف باللغة العربية، أو كحول، كاميرا، الكاميرا التي كلنا اليوم نقول كاميرا، لا أحد يقول قمرة، كلنا نستخدم كلمة كاميرا هي تعود من كلمة قمرة اللغة العربية. نعم. ما اسم الكتاب؟ لا أذكر الاسم للأسف. المؤلف الدكتور مهند الفلوجي، أجرينا معه لقاء لكن للأسف لا أذكر اسم الكتاب قبل سنوات عديدة، وهو في بريطانيا. أو كلمة مثلا الجبر التي تعود إلى اللغة العربية، كلمة طويل tall اللغة العربية، كلمة قنديل هي كاندل، عندما يقولون كاندل هي كلمة قنديل. القهوة أصلا ما يؤسفني الآن، ولأني من محبي القهوة، موكا، عندما نذهب إلى أي كوستا أو أي مكان نطلب موكا، هي من ميناء المخاء في اليمن، أصل القهوة أصلا من اليمن، ثم أخذوها وحوروها وسلبوا هذه النعمة وأخذوها ونسبوها إلى أنفسهم. وكلمات كثيرة عموما 3000 حسب ما أحصى الدكتور الفلوجي، 3000 مفردة في اللغة الإنجليزية يعود أصلها إلى اللغة العربية. اللغة العربية كانت في بدايتها ولا زالت هناك بعض المفردات الصعبة العسيرة حتى ليومنا هذا، هناك شعراء يظنون أنهم يستخدمون كلمات صعبة وثقيلة ووعرة، هذا معناها أن مسيطروا بيرفكت يعني، لكن ترققت اللغة العربية تدريجيا، كانت وعرة جدا، لكن مع مرور الوقت واختلاطها باللغات الأخرى بالشعوب الأخرى أصبحت أرق وأسهل. أذكر لكم بعض الأمثلة مثلا، أردت أن أذكر أمثلة أخرى وجدتها لكني بصراحة لم يكن لدي الوقت لإيجاد المعاني، وخفت أن تكون معاني إجرامية مثلا فلم أذكرها اليوم، لكن كلمة أو تعلمناها في خلال دراستنا في الجملة، ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على من على ذي جنة، افرقعوا عني، هذه كانت لغة عربية. أو مثلا يوم عصبصب يعني يوم حار، يوم عصبصب وهلوف، الهلوف هي الغيوم عندما تسد الشمس فلا 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 يعود إشراقها يضيء على الأرض. فكانت اللغة وعرة جدا لكن ترققت تدريجيا شيئا فشيئا إلى يومنا هذا. عندنا شاعر تعرفونه بالتأكيد، أنا لا أعرف كل الشعراء، لكن هناك شاعر مشهور أصبح مدرسة، هو نزار قباني، بكلمات سهلة ويسيرة أصبح يكتب السهل الممتنع، يعني لا داعي أن أستخدم كلمات طويلة وكبيرة لكي أثبت أنا ضليع باللغة العربية، أسهل الممتنع ويمكن أن تسهل اللغة علينا وعلى أبنائنا، الذي إن شاء الله في ختام حديثي سأتطرق إلى هذا الأمر الهام جدا. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طبعا الشيخ تحدث بما فيه الكفاية في هذه الندوة الليلة عن لماذا نزل في مكة القرآن الكريم، لماذا عند في الجزيرة العربية، وهناك آيات أخرى، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل شيء من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، في سورة الزمر المباركة. هناك كانت لهجات عديدة في شبه الجزيرة العربية، مثلا اليمن عندهم أو أماكن أخرى عندهم الكشكشة وغير ذلك من اللهجات، لكن القرآن الله أنزله في مكة. لماذا في مكة تحديدا؟ لأن الناس حتى قبل الإسلام كانوا يحجون إلى مكة، كانت هناك منطقة للشعراء وسوق كبيرة، لهذا كانت لهجة قريش أو لغة قريش يسمونها هي الأفصح عندما يقارنون باقي اللغات أو اللهجات العربية بلغة قريش. لغة قريش كانت الأفصح، لذا نزل حسب بعض المفسرين أو الباحثين أن القرآن نزل في مكة لأن اللغة كانت هي الأشر وليفهمها باقي العرب،
لأنهم كانوا يترددون كثيرا على مكة للتسوق والمشاركة في الشعر وغير ذلك. تاريخ اللغة كما قلت لا أحد يعلم متى بدأت اللغة العربية، لكنها من أقدم اللغات في العالم. لكن بلغت أوج اللغة بلغت أوجها في القرن السادس الميلادي تقريبا، وهو ما لدينا اليوم من نصوص أدبية، المعلقات وغير ذلك. هذا كان أوج اللغة العربية، إذن هي بدأت قبل ذلك بالتأكيد بكثير، إلى أن وصلت أوجها في القرن السادس والمعلقات الشهيرة التي بالتأكيد كلكم تعرفونها. بعد الإسلام وبعد الفتوحات، يعني الآن ليس حديثنا إن كانت فتوحات إسلامية أو غير إسلامية، لأنها فتحت بالسيف وهذا ما لا يريده الله. الإسلام لا بد أن ينتشر بأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالسيف. عموما نسميها الفتوحات الإسلامية. بعد الفتوحات الإسلامية اختلط العرب مع العجم. العجم طبعا ليس الفرس فقط، لكن من البلاد الأخرى غير العربي هو الأعجمي أو العجمي. اختلطوا فدخل اللحن للغة العربية، أي أن هناك من اللحن اليوم مشهور جدا في عند الإعلاميين وغير ذلك، يعني مثل ما سمعنا الآن قبل قليل ينصب الفاعل مثلا، فهذا هو دخول اللحن على اللغة العربية. أول من هناك من اكتشفه، لكن أبو الأسود الدؤلي كان حسب القصة كان يتحدث مع ابنته فوق سطح البيت، فقالت له ابنته ما أجمل السماء، فقال لها النجوم، فكررت السؤال لا ما أجمل السماء، قال القمر، فقالت لا، يعني أفهمته أنها تريد أن تقول أن السماء جميلة، قال إذن ما أجمل السماء وليست ما أجمل السماء. عندما نقول ما أجمل السماء يتحول إلى سؤال، تتحول الماء إلى أداة استفهام وليست أداة تعجب. فذهب إلى الإمام علي، كان يتحدث مع الإمام علي بتوجيهات من الإمام علي. الإمام علي قال له، علمه كيف يبدأ بوضع قواعد اللغة العربية أبو الأسود الدؤلي، فقال له أنح على هذا النحو، ولهذا من هنا جاء اسم النحو، أنح أي امشي سر على هذا النحو. فبدأ أبو الأسود الدؤلي وغيره من العلماء. يقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. باقي الأديان طبعا كلهم، هناك العديد من الأديان لديهم كتب، لكن انحرفت تحرفت تم تحريفها. لماذا القرآن الكريم، نحن اليوم نتحدث عن اللغة العربية، حفظه الله كيف؟ عندما أصبح طبعا زار عدد المسلمين ودخل اللحن، خوفا من دخول اللحن وخشية على عدم فهم الروايات والقرآن الكريم لأنه باللغة العربية، بدأت من هنا علوم اللغة العربية، إن كانت النحو، الصرف، تاريخ اللغة، البلاغة وغير ذلك من علوم اللغة، بدأت من هذا الزمن، لأن المسلمين أرادوا الحفظ، حفظ القرآن، فهم القرآن الكريم. كما ذكر سماحة الشيخ أنه اللغة مهمة جدا. قبل مدة كان عندنا هنا مؤتمر للمرأة المسلمة عن الهوية، أحد أهم أسس الهوية هي اللغة. قبل عامين تقريبا كان عندنا حفل لذكرى استشهاد بنت الهدى، وعلمنا الفتيات الصغيرات قراءة نشيد باقر الصدر أو غير ذلك. فأثناء القراءة إحدى الفتيات أخطأت وضحكت الأخريات، فالبعض من النساء قلنا هذا صعب، لا تعلمهم عربي، ليش عربي إنجليزي؟ لا، تحدثت حينها كنت العريفة، قلت لهم لماذا بدأت بنت الهدى سلام الله عليها وعليه السلام بكتابة روايات. بنت الهدى هي آمنة محمد باقر الصدر، أخت الشهيد الصدر رضوان الله عليهما، بدأت بكتابة الروايات في العراق لأنها رأت أن هناك نقص في العراق. الروايات كانت تأتي مترجمة من فرنسا ومن روسيا ومن غير ذلك، عندما تترجم هي باللغة العربية، لكنها إن جاءت من روسيا أي ثقافة تحمل هذه الرواية؟ الثقافة التي جاءت من تلك البلاد. عندما أقرأ رواية يابانية بالتأكيد لن نتحدث عن السماور والاستكان، هذه أجدها في الروايات الإيرانية الفارسية، لكن عندما أقرأ عن اليابان بالتأكيد سأقرأ عن ثقافتهم. لهذا بدأت تكتب بنت الهدى الروايات لأن اللغة مهمة.
كذلك نحن اليوم هنا في بلادنا أو في بلاد المهجر عن اللغة. سأتحدث قليلاً، سأنهي كيف انتهى عصر الفصاحة. هناك من طبعاً ابتدأ أبو الأسود الدؤلي والفراهيدي وغيرهم من العلماء بدأوا بوضع قواعد وأسس لعلوم اللغة. أصبح هناك علوماً للغة العربية، ولم نكتفي فقط بالنحو أو بالصرف أو غير ذلك. حتى الحروف لها كما ذكر سماحة الشيخ، حتى الحروف لها صوتها ورنينها الخاص. البعض لا يفهم معاني القرآن الكريم، لكن يحب سماع القرآن الكريم لأن هناك موسيقى خاصة ورتم كما يقال، ليست فقط القافية، هو ليس شعر، هو ليس نثر، هناك إعجاز. حتى من يدرس الحروف، صفات الحروف، علوم الحروف، وكذلك ثم علوم، ربما يذكر الدكتور أبو أيمن هنا كان أستاذنا في الجامعة، أن نسيت اسم بالجيم، هو من كتب النظم، نظم أي أن الجرجاني، أحسنتم دكتور، أي أن اللغة العربية مثل السلسلة، مثل اللؤلؤ، يعني أستاذي لازم يغششني، مثل اللؤلؤ، عندما نصفه أريد أن أصنع قلادة مثلا، أضع هنا العين وهنا اللؤلؤ، لا ستبدو مشوهة، لكن عندما تنتظم كذلك اللغة العربية، الكلمات منتظمة وتشكل الكلمة، الحروف منتظمة تشكل الكلمة، ثم تشكل هذا ما هو في القرآن الكريم، ثم تشكل الجملة، وهي بذلك تكون لها موسيقى وقعها جميل على الأذن، وهذا هو بحد ذاته جزء من إعجاز القرآن الكريم. مصادر الكتب أو العلماء الذين وضعوا قواعد اللغة العربية وعلوم اللغة العربية، المصدر الأول هو القرآن الكريم بالتأكيد، لأنه نزل بلسان عربي مبين غير ذي عوج، فكان القرآن الكريم هو المصدر الأول، شواهد، هو الشواهد التي يذكرونها من القرآن الكريم. ثم من الشعر الجاهلي، لأنه لم يدخل اللحن عليه بعد، فكان شعر الجاهلي هو من الشواهد التي نراها مثلا في ألفية بن مالك وغير ذلك. ثم الشعر المخضرم أيضا كان يعني بعد بهم مجال، الشعر المخضرم الشعراء الذين عاصروا الجاهلية والإسلام، لكن وصولا إلى عصر التدوين والاحتجاج هنا توقف العلماء، لأن اللحن دخل وبدأ، حتى الشعراء بدأوا بتشويه اللغة العربية، بدأ اللحن يدخل شعرهم. طبعا ربما يكون بشار بن برد، حسب ما أذكر بشار بن برد متوفي سنة 168 للهجرة، يعني سنة القرن الثاني للهجرة، كان هو ربما آخر من استشهد بشعره، البعض لم يستشهد، حتى سيبويه يقال أنه استشهد بشعر بيت واحد فقط في كتابه الكتاب من بشار بن برد، كان هو في البصرة بشار بن برد، وكان بصيرا، أي كان على جمال اللغة العربية أنهم يذكرون الضد، كان كفيفا، فذكر يقال أنه استعان بشطر واحد من بيت في كتابه اتقاء لشره، يبدو أنه كان يهجو بشكل كبير فسيبويه خاف، يقال لهذا استعان بشطر واحد، البيت الكامل هو وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلذيذ، فهو استخدم الشطر الأول فقط في كتابه الكتاب، هذا كان يقال أنه أو حسب ما درست كان آخر شاعر بعض العلماء استشهدوا بشعره، وإلا فبعد ذلك كلهم دخل اللحن إلى شعرهم. نحن اليوم نعيش الاغتراب، الاغتراب ليس جديدا، العرب منذ زمان قديم كانوا يعيشون الاغتراب، لذا وضعوا المعاجم لحفظ اللغة العربية، ألفوا الدواوين، ألفية بن مالك كان ديوانا إضافة إلى ذلك، يحتوي الديوان على قواعد اللغة العربية وهي ألف بيت، وهناك شروح على هذه الألفية استمدوا منها القواعد، ولا زالوا في الجامعات وكذلك في الثانويات في البلدان العربية يستعينون بألفية بن مالك، في البيت عندي ألفية بن مالك، كل هاوي اللغة العربية بالتأكيد يحتفظ بهذا الديوان لأنه قرآن اللغة العربية ألفية بن مالك. كانوا يدركون أن اللغة ربما ستندثر، لذا بدأوا بتدوين القواعد والنحو والصرف، أسس النحو والصرف وغير ذلك. نفس اليوم تواجهنا نفس المشكلة هذه، تواجهنا اليوم في المهجر. نحن هنا، أنا من أبناء الجيل الثاني وأولادي من اليوم، ابني مثلا، بنتي حاضرة، ابني
فضل أن يذهب، هو أولا قال هو طالب طب إن شاء الله، لكن فضل أن يذهب إلى ندوة إسلامية باللغة الإنجليزية لأنها أسهل له. أبناؤنا اليوم اللغة العربية بالنسبة إليهم هي اللغة الثانية وليست اللغة الأم، هي اللغة الثانية. ربما هم أصلهم بريطانيون أو أوروبيون، تعود أصولهم إلى العراق، لبنان وغير ذلك، لكن علينا أن نعي أن نتعامل معهم أن لغتهم أو اللغة العربية هي ليست اللغة الأم بالنسبة إليهم، يقضون أغلب أوقاتهم في المدارس والجامعات. علينا نحن في البيت أن مثل أنا درست 8 لغات ضمن دراستي، وجيت 5 لغات لكن على رأسها اللغة العربية. كان والدي يصرخ علينا عندما يرانا نتحدث بلغة غير اللغة العربية. التلفزيون أغلب الوقت كان طبعاً التلفزيون كلمة غلط، سنتحدث عن هذا، لا يوجد بديل، وهذا تقصير من مجمع اللغة العربية في القاهرة. كان التلفزيون غالباً على اللغة العربية، خاصة بعد التسعينات عندما ظهرت القنوات الفضائية، فكانت معيناً كبيراً جداً للأهل في تعليم، يعني البيت اللغة العربية، نتعلم اللغة العربية. لحد الآن أرى بعض الأطفال يتحدثون اللغة، أنا أدرس أحياناً، يتحدثون اللغة العربية بشكل جميل. كان لدي تلميذ طالب يقول لا أتذكر، لكن مثلاً يقول يا خبر عندما يتفاجأ، فيا خبر، هو عراقي، كيف يقول يا خبر؟ لأنه يستعين أو يتفرج الرسوم المتحركة كثيراً، لكن للأسف الرسوم المتحركة يبدو أن الترجمة كانت أو الدبلجة مصرية فيقول يا خبر. مؤسف أننا اليوم مثلاً كما ذكرت أن ابني لم يحضر، لم يستسر، قال إنه ممل ولا لن يفيده هذه الندوة، وذهب لحضور ندوة إسلامية باللغة الإنجليزية مع أصدقائه. للأسف مناهجنا باللغة العربية لا تتطور، ذات المناهج البيت بن مالك، الكتاب الجاف الممل، أذهب إلى العراق فأرى التلاميذ عليهم أن يحفظوا المعلقات، ثم ماذا؟ بماذا ستفيدهم المعلقات؟ ربما هناك بعضهم سيختص باللغة العربية، لكن الباقي ماذا ستفيده المعلقات؟ لا يوجد لدينا الكثير من الكتب الأطفال المصورة والجميلة لتعليم اللغة العربية، هذا تقصير كبير جدا. لا توجد مناهج، مثلا من يريد ان يتعلم اللغه الانجليزيه، اعرف احدا في العراق كان يريد ان يتعلم، حتى هنا في مؤسسه الابرار وجدت كتاب انه كيف تكتب رساله باللغه الانجليزيه، يعطي نماذج صغيره جدا، او كيف تكتب، يعني هناك امور كثيره متوفره عن تعلم او كيفيه تعلم اللغه الانجليزيه، لكن هناك تقصير كبير. المنهج ذاته ربما هو منهج الاجداد ولا زال ساريا إلى يومنا هذا. لذا ربما، ليس ربما، أنا متأكدة لأني سألت في بلادنا في العراق أن دقيقتين أوكي، أن سأختصر كثيرا، أن أصعب، ربما من أصعب المواد لديهم هو مادة اللغة العربية، لأنها ثقيلة وجافة جدا ويرونها بلا فائدة في عصر التكنولوجيا اليوم. هناك نظريات كثيرة لتجديد اللغة، لا بد أن تتجدد، لكن مع الحفاظ طبعاً على الأسس. دكتور شوقي ضيف كان أحد الذين اقترحوا التجديد، قال أن اللغة العربية هناك نوعان، النحو أو النحو الوظيفي أو النحو التخصصي، النحو الوظيفي والنحو التخصصي. مثلاً هناك من يسميه النحو التعليمي والنحو العلمي. يقول النحو الوظيفي نعلمه لأبنائنا لتسهل حياتهم يعني، لكن التخصصي لمن يريد أن يتخصص، هذا يأتي في المراحل اللاحقة، أن نبدأ به مبكرا جافا على الأطفال هذا شيء صعب. للأسف اليوم فقدنا الاثنان، يعني فقدنا كلا النحوين كما شاهدنا اليوم. أظن أنه كانت ترجمة جوجل لهذا هي كانت رديئة جدا. من واجبنا اليوم كأهل وكجيل أكبر الحفاظ أولا على لغة أبنائنا. من اللغة سيتعلمون الدين، من اللغة سيتعلمون الثقافة، وإلا سيصابوا بالإزدواجية وسيفقدوا البوصلة والهوية بالتأكيد. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ليك طبعا الشرح من ابن النظم وايضا من الشروح لأبيات بن مالك عن خيرتكم شو وعدكم.
شكرا جزيلا السيدة أنفال على هذه الإطلالة السريعة على اللغة العربية، وتجدون أنه موضوع واسع وشيق، ولذلك كان طرحه ضروريا، ولكن هذا لا يكفي، من الضرورة أن نستوعب ما قيل في هذه الأمسية لكي ننقل هذه التجربة أو هذا الكلام إلى واقع حياتنا، فنهتم بتعليم أولادنا اللغة العربية. إذا كان في أسئلة السيد ماهر والأخ محمد، نأخذ أربعة مداخلات وتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اللغة العربية حسب معلوماتي بالحوزات العلمية، الحوزات العلمية يبدأون تعليم اللغة العربية بمنهج اسمه الأجرومية. البداية. ومن ثم يتحول إلى قطر الندى وبن الصدى، ومن ثم إلى قطر الندى. قطر الندى. وبن الصدى. بن الصدى. قطر الندى. نعم. فأنا حاولت أقرأ بهن، أيضا صعبات، وقرأت الجيت المالك بالشرح بن عقيل. كنت لا تقرأ المغني شلون تدوب على راسك. زين، كنا في الجامعة درسونا كتابة اللغة العربية، ولكن اللغة العربية ليس مكتملة مع الأسف. لكن يعني هل التدرج باللغة هذا، ولاحظنا احنا كثير من الجاليات الغير عربية اللي درسوا بالحوزة لغتهم العربية الفصحى جيدة جدا، لأنهم اتبعوا المنهج التدرجي باللغة العربية، هذا مثل ما نشوف ببعض الخطباء في إيران، إذا كان السيد الشيخ رفسنجاني، السيد خاملاكا إيرانيين وفارسيين لغتهم العربية يعني راقية نحويا بغض النظر عن اللهجة أو اللكنة باللغة العربية. هل هناك مناهج أسهل من هذه المناهج باللغة العربية للتعليم؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أولادنا الموجودين هنا جيل تعلم اللغة العربية جدا صعبة، حتى لو كان البيت كله يتكلم عربي، لأن الدراسة باللغة الإنجليزية بالمدارس ولغة التفاهم بين الأطفال باللغة الإنجليزية، فاللغة العربية مثل ما تفضلت الأخ أنفال إنها هي لغة ثانية وليس لغة الأم، هي لغة الأم صارت تعلم اللغة الإنجليزية. فالتلفزيون طبعا برامج الأطفال فيها لغة عربية جيدة، لكن هنا احنا محتاجين الى المراكز اللي هي متصدية للجاليات او للمتصدية اسلاميا او اجتماعيا، ان تكون فيها برامج متخصصة للاطفال والشباب باللغة العربية مع تطعيمهم باللغة الانجليزية لتكون محببة اليهم. هل هناك مشاريع مثل هذا النوع؟ السلام عليكم. شكرا. احسن ان شاء الله نقطة واحدة مو لا هو نرجع هو اليوم معكم مداخلات قليلة. السلام عليكم. احنا اول خطا نرتكبه ونخلي فاصل امام ابنائنا للغه العربيه عندما نقول اللغه العربيه صعبه، هذا حاله نفسيا نسوي انكسار مو فقط لابنائنا، حتى اللي يريد يتعلم اللغه العربيه انه لغه صعبه ولغه ما تفهم. هذا خطا اولا. الشيء الثاني، الاهتمام، احنا كعرب عندنا كره للغتنا وحضارتنا وديننا، عندما نطلع نخرج من بلداننا نحاول ننقل الفرح لأبنائنا ولا نعلم أبنائنا اللغة العربية، وهذا كثير من الجاليات العربية شايفها ما تحاول تعليم أبنائنا اللغة العربية. عكس الجاليات الأخرى، أعطيكم تجربة، الجالية الهندية في 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 السودان صار لها 500 سنة، حد الآن الجالية الهندية في السودان تتكلم اللغة بيناتهم اللغة المحلية الهندية بيناتهم في داخل السودان صار لهم 500 سنة. عندما تذهب إلى أفريقيا إلى أوغندا تجد بعض القبائل الأفريقية التي تتكلم اللغة العربية حتى الآن تتكلم اللغة العربية باللغة العربية الفصحى. أنا لم أجد عربي يتكلم في العراق أو في أي دولة عربية مثل ما يتكلمون أهل أوغندا اللغة العربية. هذا شيء يدل أنه الناس مؤمنين ويحبونها، واللغة العربية أي لغة، اللغة كائن حي عندما تستخدمه ينمو، وعندما ما نستخدمه ما ينمو. نحن الآن ما نستخدمه، لغة الدراسة نحاول نتعلم باللغة الأجنبية. أحسنت، يعني وش النقطة اللي تبغى توصل لها؟ أسأل لها اللغة وأجل على الندوة مالتكم مالت الأبراج، اللغة مالتنا ما جاي نستخدمها في لغة الجامعات الآن اللغة الإنجليزية،
في 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 البحوث اللغه الانجليزيه ما في تعريب حقيقي. ما في تعريب حقيقي للغه العربيه او استخدام هذه اللغه اولا. الشيء الثاني ان الدواوين اللي يستخدمونها باللغه العربيه نحكي عن الماضي. الماضي كان هنا كان هنا، هذا الماضي راح. الان ما هي الاليات التي نستطيع بها ان ننمي اللغه العربيه ونطور اللغه العربيه؟ مشكور نطور اللغه العربيه. الشيء الاخر لا لا طول دائما اخوان دكتور سعيد دائما مع احتراماتي للضيوف الكرام دائما ليس قضاء حاجه انما جيب الناس يعني مقدمون شيء جديد بس الانسان يحشون عن المتخصصين باللغات لغه العلم ولغه المستقبل اللغه العربيه لغه المستقبل ما نريد نمشي على اثار احنا شبعنا لطم محرم ورمضان شبعنا لطم هسه ما نريد نلطم عن اللغه العربيه جيب لنا ناس مثل هذا الدكتور الفلوجي الدكتور الفلوجي اللي سوى معجم ليش ما جبته وتكلمنا عن اللغه العربيه روح جيبه ونعطيه لا لا 50 بار 500 مو ببلاش والله يجي ببلاش انا شايف والله يجي بلاش ادي عارفه الله البركه والخير في اللي سمعناها تصور اذا اردنا نسوي شيء متخصص كلامك صحيح اذا نقدر نوصل للناس الاخرين بس احنا ويا المستضعفين يعني ما سامع اسمه انا اول مره اسمع اسمه ما سمعت اسمه ما سويت استشاره ما سالت الناس ما سالت المتخصصين ان شاء الله انت ان شاء الله اقترح علينا اشياء يعني ما سالت وينه ليش ما سالت وينه يلا خلينا نسمع الاخ سامع تكسر كان بالاستاذ العلمي بالشيخ العلمي ما كانت متكسر يعني خلي انا عندي يعني ممكن هو كلامه مو خطا كلام محمد استاذ مو خطا يقول ليش ما تقول للناس اللي فعلا متخصصين في اللغه العربيه يعني الشيخ مو متخصص باللغه العربيه السيده مو متخصصه مو متخصصين يعرفون يعني جيد بس مو متخصصين يعني كل واحد تخصص اللغه العربيه جيد بس هذا الى جهه الى شيء يعني ايضا اجتماع متخصص هذه الناس اللي احنا ايضا مو طلاب لغه فيعني اعتقد جيد الكلام بس لكل مقام وقفه خلينا نسمع الاخ بس احنا عاد بعدنا على العيوية انت مع الناس خلينا نسمع الشيخ خلينا نسمع الاخ انا الوقت دخل الله راح اقوله تصير مني دكتور انت عندي سؤال خلص وقت اكثر من حيث انتهى باختصار لانه خلص وقتنا باختصار شديد ان شاء الله ان شاء الله اكثر من حيث انتهى كنت تمنيت لو استدعيتم الدكتور ابراهيم العاتي او البروفيسور ابراهيم العاتي شاعر وابن شاعر مخضرمون وهم اراهم يعني متنبي العصر في قضيه الشعر واللغه العربيه لكان سيعطي بحثا اكاديميا اكثر تفصيلا قضيه اللغه العربيه نحن لدينا لغه عربيه تنتحر على منصات التواصل الاجتماعي من مجتمع تربى في بلدان عربيه المفروض ان ندرس فيها لغه عربيه لم تفرق في المحاضره بين اللغه واللهجه وهذه مشكله يعني حينما نتكلم اننا نتكلم مع اولادنا عربي بلغه احنا ما نتكلمش عربي احنا نتكلم لهجه مطعمه لهجة ليست صافية حتى نحكم عليها أنها لغة عربية هناك فرق لذلك قلت لو كان متخصص هنا لفرق ببحثه الأكاديمي بين اللغة واللهجة هذا تخبط أيضا قضية اللغة العربية استغلت في المهجر استغلالا ماديا واعتبر بزنس للمدارس العربية معايا طالب في الجامعة سوى دراسة على مناهج تعليم اللغة العربية هنا في بريطانيا تحديدا في لندن تحديدا شنو هي الكتب التي تدرس؟ مستوى المعلمات اللواتي يدرسن هذه اللغة وأيضا قابلية التلاميذ مع هذه اللغة شو تتخيل وصل دكتور؟ طبعا دراسته سوف تناقش قريبا شو تتخيل وصل دكتور شهاب؟ وصل إلى مرحلة وصل له أكثر من 8 سنوات بدرس أولاده في مدارس عربية لما سوى هذه الدراسة وقف أولاده من الدراسة في المدارس العربية بالبيت ليش؟ ليش دكتور؟ أولا لما المعلمة تكون في F3 وتكتب لبنتي أحسنتي بالياء أليست اللغة العربية تنتحر؟ ولما أخذ استبيان لمدير المدرسة ومديرة مدرسة وراح لأكثر من مدرسة أعطاه استبيان لأنه فرق على المعلمات عشان يجاوبوني عليه عشان أقدر أحطه العينة في الدراسة سوى
لكن الأغلبية الصح